أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب صف 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. كما يظهر أمامكم على الشاشة، موضوع درسنا لهذا الأسبوع معركة مؤتة. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تتعرف إلى أسباب معركة مؤتة، أن تصف أحداث معركة مؤتة، أن تستنتج العبرة والدروس المستفادة من أحداث المعركة، أن تقدر تضحيات الصحابة الكرام في سبيل الله تعالى. دعونا ننتقل إلى التفاصيل. أولاً، سبب معركة مؤتة. في السنة الثامنة للهجرة بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي برسالة إلى حاكم بصرى بالشام يدعوه فيها إلى الإسلام، فلما وصل الحارث أرض الطفيلة اعترض طريقه شرحبيل بن عمرو الغساني وهو أمير من أمراء الروم على الشام فقتله، وهذا السلوك هو غير ما جرت به العادة من عدم التعرض للرسل أو قتلهم، فما بلغ رسول الله ذلك حتى اشتد عليه الأمر، فأمر بتجهيز الجيش لإرساله إلى مؤتة حفظاً لهيبة الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية وتأديباً لمن اعتدى على مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهز النبي جيشاً قوامه 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد بن الحارث رضي الله عنه، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. إذن هنا يضع القادة الإحتياط، لو قتل زيد سيتولى جعفر قيادة الجيش، ولو قتل جعفر سيتولى عبد الله بن رواحة قيادة الجيش. أيضاً من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. والمقصود بتمثلوا هنا تشويه جثث القتلى، فهذا ليس من الإسلام بشيء. أحداث المعركة: هنا سمع الروم بجيش المسلمين فجهزوا جيشا كبيرا لملاقاتهم. لما وصلت أخبار جيش العدو وعددهم الكبير إلى جيش المسلمين وكانوا قد وصلوا إلى أرض معان، تشاوروا فيما بينهم، فشجعهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على الاستمرار لقتال العدو. لما وصل جيش المسلمين إلى سهل مؤتة بدأ القتال شديدا بين الطرفين، حتى استشهد قادة المسلمين 3 تباعاً. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. بعد استشهاد القادة الثلاث أخذ الراية أحد الصحابة رضي الله عنهم، ودعا المسلمين أن يختاروا رجلا منهم ليكون قائدا لجيش المسلمين، فأجمعوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه لقيادة الجيش لشجاعته، خبرته في القتال، قدرته على قيادة الجيش. هنا قرر خالد رضي الله عنه الانسحاب بالجيش لعدم تكافؤ الطرفين وحقنا لدماء المسلمين، فأعد لذلك خطة محكمة لينسحب الجيش بأقل الخسائر، فغير ترتيب الجيش وجعل المقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، والميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة. وبالطبع هنا هذه دلالة على حكمة خالد بن الوليد رضي الله عنه ونظره إلى عواقب الأمور. ظن الروم أن مدداً جديداً وصل إلى جيش المسلمين، فبدأوا بالانسحاب
ولم يقوموا بملاحقتهم، فقد ظنوا أن المسلمين أعدوا لهم مكيدة. حينها عاد خالد بن الوليد بجيش المسلمين إلى المدينة المنورة بسلام. بعد ذلك عزيزي الطالب، وكما جرت العادة، سننتقل إلى أسئلة الدرس. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسئلة تضع لك النقاط التي يجب أن تركز عليها أو تعود عليها، لأن حفظك أو فهمك لهذه النقطة لا يكون كما يجب. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الفيديو. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.